انا في 25 دقيقه ما عرفتش كيفاش غادي ندير باش نوصل ليكم المغرب فين غادي، ولكن قبل من ذلك كخلاصه غادي للهويه. بعدا نقول لكم كيفاش غادي للهويه. لان جيرارد شرودر المستشار الالماني كانوا كيسولوه تيقول لي علاش ديما انت متشائم، قال لهم الشخص المتشائم شخص متفائل لكن لديه كثير من المعلومات. إذن فاش كتكون عندك بوكو دو دوني كتولي. اذا انا في العرض ديالي غنحاول ناخذ في ثلاثه ديال المحاور الكبرى، لان الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي، لان العمل الحقوقي هو في حقيقه الامر خلاصه لهاد المكونات بثلاثه. على الصعيد الدولي غادي نقول جمله واحده تلخص النقاش او الصراع الدولي بين على الاقل بين توجهين كبيرين، بين توجه يرى ان الازمه العالميه يختصرها في تروازيف انكريز دو فيول فود فينانس، واتجاه اخر يختصرها كذلك في ثلاث حروف انكريز ايكونوميك ايكولوجيك ايديكيتي، وكل واحد عارف راسو فين حاط راسو. فيما يتعلق بالوضع السياسي في المغرب، مع الاسف على الاقل في هذه العشريه الاخيره نعيش انغلاقا سياسيا بمعنى الكلمه. انغلاق سياسي على المستوى المؤسسه الحاكمه، كاينش توجهات واضحه فين غادي البلاد، مره كنهضروا على افريقيا، مره كنهضروا على المنطقه شمال افريقيا والشرق الاوسط، مره كنهضروا على اوروبا، كاينش توجه واضح ديال المغرب فين غادي. كن دو جور لون دوما يتغير كل شيء. مع الازمه اللي دائما مطروحه والسؤال اللي على الاقل ولا كيتطرح في الاونه الاخيره ديال من يحكم المغرب. الا ما قدرناش نجاوبوا على هذا السؤال ما يمكنش نعرفوا المغرب فين غادي. كنشكر تم عرف الشيفور كيدير وتعرفوا فين غيمشي. اذا سؤال مركزي اللي خصنا نجاوبوا على هذا الانغلاق. هذا الانغلاق السياسي كذلك عنده انعكاس على المستوى الممارسه السياسيه. ومن رفق مولي في البرلمان وتعلم الامر ان البرلمان لم يعد يناقش اي شيء. والملاحظة والخلاصة اللي قالت الرفيقة منيب أن حتى من كان يعتقد في المؤسسات أظن على أنه صدم فاش دخل المؤسسة. لا يمكن لمؤسسة برلمانية كتنتج القوانين ديال 63 17 64 17 62 17 اللي باعت الأراضي ديال المغرب كامل. لا يمكن لمؤسسة برلمانية تختصر مشروع مجتمعي اللي كيهضر على الحماية الاجتماعية في قانون إطار في جوج صفحات. وغادي يحكمك من هنا ما عرف شحال من عام اللي يجي. اذا هذه الازمه ديال هذه المؤسسه كذلك هي جزء من الازمه السياسيه زياده على الخطاب السياسي. فيما يتعلق بالمحور الثاني لان الاجتماعي والحقوقي اللي نعطيه اكثر هو الوضع الاقتصادي. كذلك يعرف انغلاقا كبيرا. اولا تراجع ب 40% الاندستريالزاسيون، ولينا كنتراجعوا بشكل كبير، ما بقاش عندنا صناعه، ولينا كنركزوا كثير على الخدمات والفلاحه. وي بالنسبه للفلاحه هاد السنه الحكومه كتهضر وكتقول علينا كتعندنا ان اوغمونطاسيون دو 20% ديال المداخيل من المنتوجات الفلاحيه تقريبا لحقنا ل 80 مليار درهم. وي مزيان، ولكن تيجي نقول راه 80 مليار درهم سوات لينا 17 مليار متر كوب ديال الماء. اون اكسبورت غيان كو دو لو. اسبانيا مثلا مؤخرا ولات كتحد بشكل كبير جدا من الانتاج ديال الفريز ومجموعه ديال الفواكه والخضار اللي كتستهلك الماء بزاف، ولات كتكري اراضي في المغرب بالهدف ديال ان المغرب كينتج وهي كتشري. وليكزامبل واضح اللي كاين هو ما وقع في اكادير. اي واحد يمشي يشوف الفرشه ديال الماء ديال اكادير ما بين 80 حتى 90 وما وقع بعد 90 وما يقع الان هو نفس الذي سيتكرر في كثير من المناطق، سواء في الغرب ولا في خاصه الغرب والعريش. الحوض ديال لوكوس اللي كان اللي فيه هو دابا الفريز وداك الفواكه الحمراء بشكل كبير، وشوف شحال ناب فرياتي كتهبط كل مره. اذا هذا لو سيكتور ديال الفلاحه اللي غادي نبنيو عليه لي با استراتيجيك، هذا من جهه. من جهه اخرى هذا التخلي على الصناعه ومشينا في الفلاحه بشكل كبير عطى ان انتيغراسيون ولا اندماج الاقتصاد المغربي في الاقتصاد العالمي بنسبه 81%. خبراء اقتصاديين تيقول لك فاش كتفوت 45% ما كتبقاش عندك السياده، فما بالك بدوله مندمجه في الاقتصاد العالمي ب 81%. بمعنى لو وقع عليك تسدوا عليك غدا الاسواق ما عندكش غادي دير بالفريز اللي غادي تنتج ولا ماطيشه اللي غادي تنتج ولا هذا. علاش؟ ولا المواد كامله اللي كتنتج على الانتيغراسيون ديالك في الاقتصاد العالمي وما كتبقاش تتحكم انت في داك الشيء اللي كتنتج. هذا من جهه.
من جهه اخرى دائما في الجانب الاقتصادي باش كتبان لك الحكومه زعما الحكومه غادي الهويه. كيفاش الحكومه ديال المغرب هذه واحد 4 شهور وقعت على واحد الاتفاقيه مع لو سي دي او من ضمن فجدات في البرلمان ولا هذا، اتفاقيه كتحرم المغرب من الكثير من الامتيازات الضريبيه. هذه الاتفاقيه اللي توقعت مع لو سي دي او عندها دو بيلي اولا جوج ديال الرافعات. الرافعه الاولى هي فيما يتعلق بالامتيازات الضريبيه، مثلا في البروغرام ديال لاكسيليراسيون اندستريال اللي دار المغرب كيعطي مجموعه ديال الامتيازات الضريبيه. مثلا تقول اجي استثمر عندي غنعطيك 10% ديال الضريبه هي اللي غادي تخلص. الان لو سي دي شنو دارت؟ فرضات حد ادنى ديال الضريبه اللي هو 15%، ولكن هاد 15% مثلا فاش كيجي المغرب عند الشركه ديال رونو يقول لها اجي استثمري عندي غتخلصي 10%، فرنسا غتاخذ 5%، بمعنى كاع دوك لي زانسيتاسيون فيسكال ما يبقاوش، وكتجي الحكومه المغربيه وتوقع على هذه الاتفاقيه. ولو بيلي الثاني سا كونسيرن لي غافا، يعني الفيسبوك وجوجل كاع هاد الرقمي، ان المغرب ما من حقوش يفرض عليهم الضريبه. دول المنشا والدول اللي عندهم فيها لي سياج هي فين غيخلصوا الضريبه. صافي دير فيسبوك وهادشي كاع الفلوس اللي كاينه هنا، المغرب ما ياخذ حتى ريال في الضريبه، غتاخذهم ايرلندا. كيفاش حكومه كتجي وكتصادق على هذه الاتفاقيه؟ اشنو غادي تربح موراها؟ اللي هي عندك كنهضروا على ان المواد الضريبيه هي من بعد غادي نجي للدوله الاجتماعيه وكيفاش الاثار ديال هادشي. ثانيا كنهضروا على مؤسسات تشريعيه، كيفاش كيتم الاتفاق والمصادقه على هذه الاتفاقيه دون ان يكون هناك نقاشا سياسيا وبرلمانيا باش على الاقل الناس تعرف شنو كاين. كدوز اتفاقيه هكا وقع عليها المغرب في المنطقه، المغرب وتونس ومصر وقعوا بالمقابل ديال مجموعه ديال الدعم اللي يمكن اللي غادي تعطى. من ضمنها كانت لابوي اللي كان ديال هادشي ديال ان الكافي خرجونا من لا زون غريز وخرجونا فقط باش نتسلفوا. سيتو ما خرجوناش على شي حاجه، يلا خرجنا يومين تسلفنا 87 مليون و 680 مليون ورجعنا. ربما اللي تبع واحد التقرير كنا درناه في لا كوفيد في الجمعيه والجانب ديال الفينونس، ان في شهر ماي بوحدو ديال 2020 خدينا 7 ديال لي كريدي شهر. اذا هاد البيلي ديال هاد الاتفاقيه اللي توقعات ما مهم من بعد وغادي نعرفوا فين غاديين. اذا هذا الانغلاق الاقتصادي كبير على ان حتى النسبه ديال النمو انه عيب ان دوله بحال المغرب بالامكانيات اللي عندها كنديروا 0.8 ديال النسبه ديال النمو، مع العلم ان البامور ديال المغرب هو 2.4. اذا فاش كدير 0.8 شو شحال خصك ديال الامكانيات اللي ما عندك حتى حاجه غدا الا انك تسلف باش تقدر تملا هذا الفراغ اللي كاين. اذا هذه الوضعيه ككل قبل ما ندوز للجانب الاجتماعي عطاتنا وضعيه ديال الفقر بامتياز في المغرب. يعني الجائحه ديال كوفيد عطاتنا جوج ديال المؤشرات كبار، هي ان نسبه الفقر ضربت في 7 على ما كان قبل، ونسبه الهشاشه ضربت في 2. نفرقوا ما بين الفقر والهشاشه، سي لوكازيون باش نشرحوا شويه، لان دائما كان كيهضروا لنا بزاف على هاد لا بوفرتي وهذا. فبالنسبه للاقتصاديين او بالنسبه للحكومه فاش كتهضر على الفقر، كتهضر على الهشاشه، فاش كتهضر على الفقر هي الناس اللي كيعيشوا بقل من دولار و90، ولكن والهشاشه هي 2.80 دولار، ولكن ما كيكملوش لنا الجمله باش يقولوا لنا على ان الفقر بدولار 90 راه ماشي هو الدولار كونفيرتيبل. لان في الاقتصاد عندنا رواتب دو دولار، كاين الدولار الكونفيرتيبل هو اللي كنصرفوا دابا كيدير 89 ولا 10 10، وكاين الدولار ستابل هو باش كنتسلفوا، كتاخذ ان بري كيدير لك كيحسبوا ان دولار وكيبقى 10 سنين، راه ديما عنده واحد لا فالور اللي كتقاس. ولكن هناك الدولار ديال الفقراء اللي النسبه ديالو هو الثلث ديال الدولار كونفيرتيبل، بمعنى فاش يقول لك الفقير هو اللي كيعيش بدولار و80 راه ماشي هو اللي كيعيش ب 14 درهم، راه هو اللي كيعيش ب3 دراهم ونص، هو اللي كيعيش ب 6 دراهم و80. فيمكن كل واحد يتخيل اشنو كيعني واحد تيعيش ب 6 دراهم و80 في النهار. اش غتشري لك 6 دراهم و80 في النهار؟ وهذا كيعني جوج المليون ديال المغاربه. هاد لي فيو نيغاب اللي كنزيدوهم شويه كنلحقوهم 9 دراهم 10 دراهم. هذاك الشيء علاش شي وزيره شي مره فاش كتهضر كتقول 20 درهم وهذا ما عندوش. اذا راه بهذا الحساب اللي كتحسب ماشي الحساب ديالنا حنا. اذا كيفاش غادي نهضر على مواطن يعيش بكرامه ديالو ودخله اليومي هو 6 دراهم و80؟
بهاد الانفلاسيون اللي كاينه وهاد اذا هاد الازمه الاقتصاديه والازمه السياسيه مع الاسف الدوله الجواب ديالها الوحيد اللي كتلقى هو القمع. وهنا اختلف مع كثير من الرفيقات والرفاق الذين يتحدثون عن الرده الحقوقيه، ففي تقديري ليست هناك رده حقوقيه لانها لم تكن هناك اصلا حقوق الانسان باش وقع الرده. يمكن نهضر على الرده فاش نهضر على فرنسا، ما وقع في لي جيلي جون رده حقوقيه، لان كانت مجموعه ديال المكتسبات وتم التراجع عليها. حنا عمر ما كانت هناك مكتسبات. ظاهره الاعتقال السياسي في التقارير ديال الجمعيه ميم بدينا كنديروها في 94 دائما العدد ديال المعتقلين السياسيين مرتفع. فاش كناخذوا فقط سنه 2017 دائما كناخذها كمرجع، وصل العدد ديال المعتقلين والمتابعين السياسيين ل 1700. الحالة ديال التعذيب 680 حالة ديال التعذيب كانت عندنا في التقرير ديال الجمعية. إذا فين هي هاد الردة الحقوقية؟ زعما في 2017 كنا مزيان. الآن فاش كنديروا تقييم لهيئة الإنصاف والمصالحة من بعد 17 سنة تلقاو على أن مع الأسف المسؤولين على هاد البلاد حتى دوك الخلاصات وكاع الملاحظات اللي كانوا اعتبرنا أنه حد أدنى، قلنا أن سميك دو في ديال الكرامة ديال الإنسان وتصحيح البلاد ما تطبقاتش. بعيدين عليها من بعد 17 سنة، باقي كنشوفوا التعذيب وباقي كنشوفوا الحالة ديال الاختفاء القسري اللي حنا في التقارير ديالنا ديال الجمعية كنهضروا على 74 حالة، في حين أن السنداج كيهضر على 6 الحالات. وكيهضر على حالات بشكل كاريكاتيرية، ما كاينش الوقت وما نوقف عندها وتشوفوا الدولة كيفاش كتعامل مع الأوضاع. دوما بالنسبة لحرية الصحافة. دائما كانت هناك متابعة للصحفيين. عمر التقارير ديال الجمعيه شي سنه ما جينا وقلنا واه هذا العام ما كانش متابعه ديال الصحفيين، ما كانش متابعه ديال على الاقل دابا في النيميريك ديال المدونين. التقرير السنوي اللي يمكن يخرج قريبا ديال الجمعيه على السنه اللي مضت، على الاقل المتابعات بلا ما نحسبوا دوك اللي باقيين معتقلين مجموعه ديال بالعير والصحراويين، ففقط في 22 كانت متابعه ديال 65 مدون وصحفي، بمعنى ولات لايك ولا بارطاج دان ستاتوي يعني الاعتقال. تدوينه كتعني 3 سنوات ديال السجن ديال سعيده العالمي، ومتابعه اخرى يلاه داروها ليها كانت عندها البارح وتاجلات الجلسه. فكيفاش غنتصوروا حقوق الانسان اللي ان ستاتيو فيه كيعطيك 3 سنين ديال الحبس؟ ربما الوضع انا بعض المرات تنقولها ويختلف معي بعض الرفاق، تنقول على ان ما نعيشه او ما عشنا في سنه 2017 وهذا أسوأ حتى من سنوات الرصاص. لان عدد المعتقلين السياسيين الى خذينا في 86 87 كنا في 389 400 ديال المعتقلين السياسيين اللي كانوا ديك الساعه، كنا كنهضروا على 1700. هذا من جهه، من جهه اخرى الاعتقالات الحركه الماركسيه كانت واضحه من أجل، كان صراعا من اجل السلطه من اجل اسقاط النظام، وكانت 20 عام و30 عام ديال الحبس. المعتقلين ديال الريف خرجوا من اجل المدرسه من اجل السبيطار من اجل الخدمه وخذوا 20 عام ديال الحبس. فما هو أسوأ، ان تحاكم ب 20 سنه وانت تطمح للسلطة، أو تحاكم ب 20 سنة وأنت تبحث فقط على مدرسة وتبحث فقط على أن سيرفيس ماشي حتى سبيطار، تيقربوا هذاك السبيطار محمد الخامس تولي فيه لونكولوجي. إذا الوضعية الحقوقية سيئة جدا. نمشي للجانب الاجتماعي، ولكن قبل نمشي للجانب الاجتماعي لأن قبيلة قلت لكم غادي للهوية إن انفورماسيون. ربما الكثير الآن كيهضر على أن لي روفوني ديال الفوسفات زادت هذا العام. كنظن المداخل ديال الفوسفات هذا العام الشيفر دافير لحق 80 مليار درهم، دونك سي كيلك شوز دو بيان، ولكن المشكل اللي كاين ان هذا الشيفر دافير كيجي الميزانيه ديال 2023 تلقاو المساهمه ديال لو سي بي يلا 10 مليار ديال الدرهم، في حين ان فاش كنديروا لي كالكول تلقاو على الاقل خصو يساهم ما بين 20 و 25 مليار درهم. وتيقولوا لنا على ان الكونتيتي ديال الفوسفات تباعت، ولكن ما تيقولوش لنا علاش. علاش ارتفع هذا المدخول؟ لسببين. السبب الاول ان الهند، وهنا فاش نهضروا على لا سوفرينتي ديال الدول، الهند ولات كترفض انها تصدر الفوسفات. علاش؟ معتبره احتياطي ديالها ان خصها تحافظ عليه، وعارفه على ان الثوره الخضراء جايه وان غادي تحتاجوا بزاف، دونك ولات كتقلل بزاف، ومجموعه ديال الاسواق خرجت منها الهند ودخلنا احنا. المشكل اللي جاي من هنا العامين، من هنا العامين ان الفوسفات اللي كتشري اوروبا غادي يهبط، اللي كتشري من المغرب غادي يهبط تقريبا بواحد 40 45%. علاش؟ لان كانت الريزوليسيون ديال اوروبا انها ما غاتستورد من المغرب الا الفوسفات اللي لو طو دو كادميوم ديال ليمون شيميك فيه قل من 20%.
وهو اللي كتشري الميريكان. هما حاولوا يتالينيو مع امريكا لان الفصاد اللي كاين في الميريكان ماشي هو اللي كان تيتباع روسيا اوروبا. اللي كتشري الميريكان شحال هذه فرضه 20% موان دو 20% ديال الكادميوم، دابا اوروبا تالينيات. دونك سنقلبوا كيفاش غادي نجيبوا الفلوس، فاش اوروبا غتسد عطات المغرب 3 سنوات من اجل الاشتغال على هذه المساله، ومن بعد غادي توقف. اذا مجموعه ديال المداخيل قبيله فاش قلت غادي الهويه، لان اولا هادشي ديال الضرائب ديال الكافا مشات، وهادشي ديال لو سي دي او ديال لي زانسيتاسيون فيسكال للمستثمرين اللي غادي تقل، وكذلك هاد المداخيل ديال الفوسفات. وسط هادشي كامل كتجي مثلا الحكومه وكتهضر على الحمايه الاجتماعيه والدوله الاجتماعيه. هنا نعطيو مثلا تيهضروا لنا على الحمايه الاجتماعيه او الدوله الاجتماعيه بشكل المدارس الكبرى اللي كاينه باش نعرفوا راسنا حنا فين، باش من بعد نعرفوا فين غاديين. المدارس الكبرى اللي كاينه المرتبطه لا بالتغطيه الصحيه ولا بالحمايه الاجتماعيه، كاينين ثلاثه المدارس الكبرى وكاينين اللي وسط منهم. كاين لو موديل بسماركيان اللي دارت المانيا 1880 مع بسمارك، اللي كيتبنى على المساهمه، انك كتساهم وكتستافد من الخدمات. ما ساهمتيش كتدخل المساعده قليلا. وكاين لو ريجيم بيفيرجيان 1942 اللي كانوا داروا بيفيرج، اللي هو التمويل ديال الحمايه الاجتماعيه والتغطيه الصحيه كله من الضرائب. مثلا نعطي مثال باش تبان الفرق، مساهمه الدوله الضرائب في المنظومه مثلا الصحيه الانشاس ديال بريطانيا لحق 85% كلشي من الضرائب تقريبا، زائد كاين الكنيسه عندها ان بارتي والمساهمه ديال الافراد ضعيفه جدا. وهنا اللي باغي يفهم هذا السيستم يشوف واحد الفيلم ديال سيكو ديال مايكل مور، كيوضح هذه النقطه بشكل كبير، وليماج ماركونت اللي فيها اللي على الاقل هذا هي بقى تيدور وكيوقف قدام لاكاس، كيلقى واحد البلاصه فيها اون كاس. سول هذاك مول لاكاس قال لي وانتم عندكم كل شيء غراتوي اش كدير لاكاس؟ قال لي كنخلصوا اللي جا في الطاكسي كنرمبورسي لي فلوس الطاكسي. هذه هي الحمايه الاجتماعيه. وكاين المنظومه الثالثه الليبراليه الامريكيه اللي كتعتمد فقط ان كل واحد يدير لاسيرونس لراسو، وان الدوله تتدخل فقط في الازمات الكبرى او لدى بعض الفئات الهشه. وربما الجميع تبع النقاش اللي كان على الاوباما كير والمحاوله ديال تغيير المنظومه وكيفاش تبلوكات بشكل كبير.